روح انت جيتي عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ وحشتيني قوي. شوف عشان تعرفي بقى انت غاليه قد ايه عند ابو المكارم. شوف ابو المكارم جاب لك ايه. ايه ده بقى ان شاء الله؟ دي جلابيه، مش اي جلابيه، دي عبايه مغزوله كده بالتتر وخارج النجف، جبتها لك من الوكاله. يلا قوم البسيها بقى كده وتشيكي. وكاله؟ كتر خيرك والله. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو احنا هنفضل كده كتير؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني تتلحلح. مش انت قلت لي هتورث؟ هورث فلوس كتيره قوي. فلوس كتير؟ وهي فين الفلوس دي؟ في ايه؟ مالك يا قلبي؟ قلبي؟ بلا قلبك بلا فشتك. بقول لك ايه، انا مش هستحمل الهم ده كتير. في ايه يا ناس؟ هو الراجل اللي بيصرف ولا ست؟ جرايه روح. هو انا قصرت معاكي في حاجه؟ هو انت بتعمل حاجه؟ انا ايه اللي يجبرني على الهم ده؟ انا كنت زي الفل فلوسي في جيبي. بقول لك ايه، انا عايز احس اني اتجوزت راجل، اتجوزت دكر. جرايه روح، ده كلام يتقال يا روح؟ بعد كل اللي بعمله معاكي وانا قصرت معاكي في حاجه؟ اوعى ايدك كده ما تلمسنيش. في ايه بس؟ طب قولي لي ايه اللي يرضيكي؟ تنفذ اللي وعدتني بيه. حاضر، بس الصبر. طيب صبر ايه؟ انا صبرت كتير، الصبر ليه حدود. انا لما اتجوزتك افتكرت ان انت هتشيلني من الفقر والهم اللي انا فيه واقب على وش الدنيا. انا مش هفضل طول عمري عايشه تحت بير السلم. فساتر يا رب، انا كنت ملكه زماني ومحدش ليه حكم عليا. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ بقول لك ايه، حيلتها. حيلتها؟ هي وصلت لكده؟ يا اما تنفذ اللي وعدتني بيه يا اما كل حي يروح لحاله. اهدي بس كده يا روح، تهفي الكلام ده من بقك. ده انا هخليكي برنسيسه، انا هصيغك كده واحط لك الدهب ده مسسك لراسك. عارفه عربيه السمين بتاعتك دي؟ هقلبها لك اكبر مصمت فيك يا سيد. يوه، انا زهقت من الكلام ده. ايه القرف ده؟ الو مراد باشا، انا عاوز اقابل سعادتك ضروري.